قناة Games to Anime ترحب بكم. المرجو الانضمام والمشاركة ببعض اللايكات. معكم في القصة جوري هان. جوري هان المعروفة بشراستها، وهي شخصية من نبع الخيال من سلسلة Street Fighters. إنها فتاة شابة من المتخصصين في لعبة التايكواندو ذات الجنسية الكورية الجنوبية. المرجو الانضمام من القناة. ظهرت في أول مرة في ستريت فايتر 4 في عام 2010. وصفها أولى بأنها واحدة من أكثر الشخصيات شراسة وشرا بعد سيث ومستر بايزن التي تقوم بمهاجمته الآن. مستر بايزن يبقى هدفه لتصل إلى القائمة وتأخذ مكانه، فهي تهدف للوصول إلى المرتبة الأولى. ولكنها فقدت عينها اليسرى كما تلاحظون، فإن مستر أيضاً قوي وكذلك أخذ عينها اليسرى بفرض شخصيته عليها، ولكنها كانت محبطة وبعد ذلك ذهبت لاسترجاع قواها. كانت جوري بالفعل ممارسة كبيرة للتايكواندو في سن 15، وكان والدها محاميا مكلفا بالمواصلات للأنشطة الجارية والمنظمة. وعلى هذا النحو كان شغل هدفها التالي، مما تسبب في اختطاف عائلتها من قبل نفس المنظمة. أثناء الاختطاف فقدت جولي والدها وأختها وعينها اليسرى. أعطت المنظمة شين أخيرا جولي عينا جديدة يغذيها نظام الفينكشاوي. لديها تنافس قوي مع كامي وتشولي. ونلاحظ أن منظمة شادولو تبعت لها مهاجمين لدرجة أنه يخافون منها. بعثت لها مستر بارلوك وهو المعروف بالملاكمة. ومع ذلك مهما أنه قوي فهي مستطيعة على هزيمته. كما نلاحظ أن في عينها اليسرى نظاما مشفرا يستطيع تحليل ضربات الخصم. أصبحت جولي من الشخصيات القوية في ستريت فايتر 5، حيث أصبح لديها هجمات كثيرة، وهجماتها أصبحت قوية للغاية. مهما هاجم عليها الخصم فهي تحلل جميع خطواته ولا يستطيع الفرار من شبكها. جوري الملقبة بالسيدة العنكبوت لأنها تفرز خيوطها وتأخذ فريستها، هي قوية للغاية لدرجة أن جميع الخصوم يخافون منها. بعد ذلك المنظمة بإرسال القاتل فرانك. فانك المعروف بسمه الفتاك سم خارق يفتك بفريسته. ورغم ذلك فإن جوري
قوية لدرجة أنه لا يستطيع هزيمة جوري. من الشخصيات المميزة في لعبة ستريت فايتر. يبدو أن السيد بايزن يلاحقها ويبدو أنه مفتون بقساوتها الطبيعية. وهو يقوم بالعمل نيابة عن سيث في منظمته. انتهى المطاف بالانقلاب عليه أولا ضد سيث والثاني ضده. وفي نهاية سوبر ستريت فايتر 4 تواجه بايزن الذي كان قد ضرب للتو سيث. تتقرب من سيت وتسخر منه وتكشف له أنه مجرد جسد احتياطي لبايزن قبل قتله. هي قوية وتستطيع هزيمة جميع المنافسين. أرجو أنني قد استطعت ولو لفترة وجيزة سرد لكم قصة جوري الشيقة، وأتمنى أنها ستكون في إعجابكم. المنظور انضمام للقناة والتدعيم باللايك وشكرا. كان معكم Games to Anime في قصة جوري هان. How did you get this number? Who cares about that when you finally have my attention? You're saying you would like to accept our offer? Sure. I've made my down payment to join this party. Two times already.